السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وحلقه جديده من 2023. وقبل ما نبدا في الفيديو او نقول لكم اي حاجه، اسف جدا على ان الفيديو هيكون من غير فيس كام لانها ما كانتش ظابطه معايا بسبب غلطه معينه كده حصلت. الفيديو طويل جدا، ممكن نقسمه على مرحلتين لو العلاج كبير وممل. هنقسمه على مرحلتين لان احنا فتحنا باكات كتير في الفيديو ده، تمام؟ فنعمله جزء اول وجزء تاني. وفتحنا باكات كتيره جدا، منها 230 لاعب بلس 84، وباكات الفلاش ابجريد 5 لاعبين بلس 85، كمان في باكات 5 لاعبين بلس 84، 2 لاعبين بلس 86، كتير جدا. فنشوف الحظ مع بعض، بس حبيت اعتذر لكم عن عدم وجود الفيس كام. فقبل ما نبدا ونشوف الحظ مع بعض، ما تنساش اللايك الجميل بتاعك، ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لتوصلك كل جديد. ويلا بينا على الفيديو، ليتس جو. طب يا جماعه، دلوقتي موجود في الباكات الالتيميت توتس، اهم حاجه في اسبوع الالتيميت، وكمان موجود معاهم وكمان موجود معاهم بلاير اوف ذا سيزون او ايا كان اسم الحدث، ايه البطاقات البنفسجي اللي هي لافضل لاعب في كل دوري او خد جايزه احسن لاعب في مركزه، تمام؟ فموجود الاثنين في الباكات. مش عارف ازاي، مش عارف لو جالنا حاجه هيجي لنا انهي حاجه. المهم معانا كام بكاي كده، خلينا نفتحهم. بسم الله يا رب يا كريم كرمنا، وكمان معانا بكات. بسم الله. اوكي، مان اوف ذا ماتش. ماشي ماشي، انا اتخضيت على اساس انه ممكن يكون بلاير اوف ذا سيزون. ماشي، بسم الله. توتس، الحمد لله. طيب يا جماعه، الحمد لله توتس من البكات، ونسيت اقول لكم ان موجود لسه في بكات التوتس البرتغالي كمان، يعني ف نهار احداث. بسم الله الحمد لله. تاني واحده توتس يا رب كريم. اوكي، 85 كويس، كويس جدا كمان، مش كويس بس. بسم الله اللي بعده، يعني 83 برضو لحد ما كويس. بسم الله يا رب كريم. فاضل خمسه يا رب حاجه كويسه. لا كده صعب بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، فاضل اربعه. هل فيها حاجه؟ 80 كويس الى حد كبير. طيب اخر واحده هتقول ايه؟ جالنا واحد توتس، جالنا شويه فودر حلوين. بسم الله. للاسف للاسف، هذا مش مشكله. طيب راضي راضي باللي جالي. لسه برضو معانا باكات كتير جدا، كويسه جدا، يعني مش هنقول كتير جدا، هنقول كويسه جدا. كمان في الفلاش ابجريد بينزل كل شويه، واحنا المفروض ان احنا نحاول ان احنا نفتحه. بسم الله يا رب. شاشات، اوكي، اي حاجه جولد مش هنسيبها. الباكات دي بقى حلوه جدا، 5 لاعبين بلس 84، 2 لاعبين بلس 86، 2 لاعبين بلس 86، 30 لاعب بلس 84. بسم الله نفتح دي اقلهم في العدد عشان الدوبليكيتد والكلام ده. اوه مان اوف ذا ماتش، يعني انتوا بتهزروا يا جماعه، بتخضونا على ولا حاجه. كمان بروزوفيتش دوبليكيتد، نرميه في الفلاش ابجريد. طيب يا جماعه، بعد ما تخلصنا من الدوبليكيتد نكمل اللي احنا كنا بنعمل فيه. بسم الله. حتى الان الحظ مش احسن حاجه في الباكات، الباكات كانت حلوه، الباكات لا، ولكن مستني افتح الباكه الضخمه، الباكه اللي المفروض بنحط الامل اولا في ربنا ثم فيها، يعني المفروض ان يجي لنا منها حاجه على الاقل، يعني حاجة واحدة بس. بسم الله، اتنين تاني بلس 86، ونقول يا رب لاعب قوي. لا بلاش مان اوف ذا ماتش، يعني انا مش عارف التشكيلة دي لسه موجودة في الباكات ليه، وكمان موجود التوتس البرتغالي، فكفاية بلاش يعني كده. طيب بلس 84 خمس لاعبين، وبلس 85 خمس لاعبين، والباكة الكبيرة. بسم الله، خلينا نفتح خمس لاعبين بلس 84 ونقول يا رب. لا لا لا، جولد جولد، انت متأكد يا اسطى؟ اكيد. اوكي، اهم حاجة مش دوبليكيتد، تلاتة ووك اوت، دي حاجة حلوة. طب هو روبن دياز اصلا مش احسن مدافع في التوتس؟ يعني لو كان موجود اكيد ما كانش جالي جولد. بسم الله، خمس لاعبين بلس 85 اخيرا. طب يا رب مش برتغالي بس، ما احنا قلنا يا رب مش برتغالي، قلنا والله، قلنا قلنا عشان انا عارف لو جالي توتس هيجيلي برتغالي اكيد يعني. طيب وبعد ما تخلصنا من الدوبليكيتد مره كمان، خلينا نكمل. بسم الله يا رب. اكيد اكيد، يعني صعب صعب تقريبا ان هم يصفروا في الباكات دلوقتي، رغم ان فيهم حارس مثلا، اكيد ده مش وين، مش سوبر وين، فيهم ال بي تقريبا مش سوبر وين، يعني بلاش يعملوا نفسهم ان هم كحدث التوتي مثلا. بسم الله، 30 لاعب بلس 84، فاخبط لايك يا رب مش برتغالي.
يعني اعمل ايه في البرتغال يعني؟ اعمل ايه في البرتغال يعني؟ رب ورا حد كويس. البرتغال كلها بتجيلي، يا نهار ابيض. ثواني كده، عشان تقريبا في مشكلة كبيرة. يعني واحد بس اللي دوبليكيتد، دي حاجة غريبة جدا. واحد بس دوبليكيتد اللي هو التوتس، تمام. ودي وكاوت 2 3 4 5 6، 6. قول ده وكاوت 7، بس ليه كده؟ برضه يا جماعة عملنا بلاير بيك هنا، فبسم الله نبدأ بأول واحدة. يا رب يا كريم، حتى الآن الحظ مش معانا نهائيا نهائيا. كل اللي قلنا ما يتلعبش بيهم، ومش وين عامة يعني. حظ أزفت ما يكون، أعفن ما يكون، أسوأ ما يكون. بسم الله، واحدة كده هالاند، واحدة امبابي، واحدة ميسي، واحدة أي حاجة، أي واحد وين من التوتس اللي موجودين بالله عليكم، عشان النفسية تعبانة. بسم الله بقى 4. طب زميلك بقى الاي سي تي اللي من باريس، ها يعني اندهولي بس معلش. حسبنا الله ونعم الوكيل. في ايه؟ ماشي، ولا واحد وين في البكات. في الباكات بقى معانا 22 باك. بداية الأقوياء بقى، بداية الباكات الحلوة. بس أهم حاجة ابعد عنا الدوبليكيتد بس، لأن الدوبليكيتد مش هنعرف نوديه في حتة. طيب نبدأ بسم الله. 3+85، نقول يا رب. يعني حاجة بسم الله ما شاء الله. كمان دوبليكيتد صح؟ لا الحمد لله، فيهم واحد بس وكاوت والباقي كله شاشات. طيب 3 تاني+85، يا رب يا رب. مش برتغالي الصليبة عندي صح؟ هو مش برتغالي، هو من التيمت توتس. اوكي الحمد لله الصليبة مش عندي، وبقبل المشكلة دوبليكيت ب 85. حرام ان احنا نرميه. ماشي، خلينا في ال 84 الاول، واللهم ابعد عنا الدوبليكيتد. واللاعبين الجولد، اللهم ابعد عن الدوبليكيتد واللاعبين الجولد. والله كويس. بنيادر ازاي مش في التشكيلة يا جماعة؟ بنيادر المفروض في الالتيميت توتس. ما اعرفش والله، انا ما شفتش التشكيلة كويس، بس المفروض تقريبا بنيادر في الالتيميت توتس. خلينا نكمل بسم الله. اللهم ابعد عن الجولد والدوبليكيتد يا رب. مش برتغالي المشكلة، أنا مش عارف اللغة الألماني دي إيه ظروفها، يعني أنا مش عارف مين ده. أنا افتكرته ميسي، لوهلة كده افتكرته ميسي. بس كويس كويس كويس، باكة حلو، باكة منصفة بعض الشيء. اللهم ابعد عنا الدوبليكيتد والجولد بإذن الله. اللهم ابعد عنا الدوبليكيتد والجولد والمان أوف ذا ماتش. يعني احنا نحدد كذا واحد لوحده، يعني اكرمنا بلعب توتس التيمت بس. لعب قوي، لعب كويس بسم الله. ماشي، بونو بونو بونو، طلع لي اكتر من 6 مرات بس مفيش دوبليكيت. ودي حاجه، ودي حاجه حلوه، عشان نفتح بقى الباك الكبير. الباك التوتس المضمون دي هنفتحها مع الباك التانية لما نوصل لها، لان لسه باقي لي تقريبا 3 ايام على بال ما اوصل لها في الاكونت التاني، فنفتحهم مع بعض. خلينا نفتح ال 30 لاعب بلس 84. بسم الله يا رب، توتس من الالتيميت توتس الاقوياء. بسم الله بسم الله، ربنا يستر ربنا يستر بجد يعني. يا رب يا رب. مش برتغالي، صليبه تاني. ما انا بقول من الالتيميت توتس الاقوياء، انا ما قلتش، انا قلت ماشي يعني. 2 دوبليكيتد. لا الوك اوت هنا مش كتير على فكرة، الريت هنا مش حلو زي الاكونت اللي فات للأسف يعني. اعتقد انه سيء جدا كمان يعني. الحمد لله الحمد لله على كل حال يعني. عموما